التكلفة المالية 700 مليون دولار، يعني دي فرصة استثمارية بقولها للصندوق السيادي وبقولها للمستثمرين المصريين وبقولها للقطاع الخاص وبقولها للمستثمرين الأجانب، بقول دي فرصة استثمار جيدة موجودة عندنا. في فرص كويسة جدا، الفرص دي هتوفر لمصر سواء كان عوائد مباشرة بان احنا بنستورد الكميات دي بالعملة الحرة او بان احنا نصدرها ويبقى لنا دخل من التصدير، ثم طبعا بقى العوائد غير المباشرة بان احنا بنشغل ناس لان احنا محتاجين ده.